الناس، رمضان كريم أولا، شكرا على هذه الفرصة الجديدة والمتجددة لتنوير الرأي العام ووضع النقاط على الحروف بشأن عديد القضايا الوطنية والدولية. ننطلق من سؤال حول اهتمام المواطن الجزائري مثله مثل عديد المواطنين في كل بلدان العالم، هو الاهتمام بغلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. كنتم قد أشرتم في خطابكم إلى الأمة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أن هناك دول تعاني من شح المؤونة ومن أزمة غذاء وحتى من المجاعة. ما هو محل الجزائر من الأزمة الاقتصادية العالمية سيد الرئيس؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صح فطوركم وليكم لكل المشاهدات والمشاهدين. بالنسبة للوضع الجزائر أنتم عارفينه، الصحافة الوطنية عرفته. يعني حقيقة لما قلت باللي ممكن تكون فيه مجاعة في بعض الدول وفيه نقص في الموارد في المواد الغذائية في دول أخرى، لأن فيه نقص كذلك الموارد المالية تاع بعض الدول، هذا كلام تاع المنظمة الايفو، مش كلامي أنايا اللي يقولوا باللي السنة هذه تشوف مجاعات كبيرة في دول في كل القارات، وتركز على إفريقيا بالأخص. احنا الوضع تاعنا رانا نواجهه، مش كنا هو الانتاج تاعنا ما يكفيناش ولازم نعوضوه بالاستيراد. الاستيراد اليوم لمن استطاع اليه سبيلا ولو بفلوسك، ولكن ما كانش في السوق الدولية، في الندرة في السوق الدولية. وتشوف اليوم في دول عظمى ثرية متقدمة جدا فيها ندرة في مادة من المواد اليوم غدوة إلى آخره. إذن احنا لحد الآن رانا نقاوموا اختيار قرارات باش المقاومة تكون أحسن. أولا بالنسبة للاستيراد، رجعنا الاستيراد لاحتكار الدولة، ماهوش الاحتكار من أجل الاحتكار، لأن الإنسان الخاص مستورد لما يستورد طبعا يعني الاسعار تاعو تكون نوعا ما مرتفعه. انا نفضل باش مؤسسات الدوله هي اللي تستورد، لان هي قادره تتحمل من ميزانيه تاع الدوله جزء من الاسعار المرتفعه حتى توصل الماده وتوصل المواد للمواطن بسعر مقبول. هذه بالاضافه الى محاوله قدر الاستطاعه تدريجيا رفع مستوى المعيشة تاع القدرة الشرائية تاع المواطن. رفعنا نقطة الاستدلال، رفعنا جزء من المعاشات، قلصنا مرة ثانية الضرائب على المرتبات على الموظفين وغير الموظفين. الإضافة إلى منحة البطالة هي الوحيدة من نوعها في إفريقيا وفي العالم العربي ما عدا أوروبا الغربية، حتى أوروبا الشرقية ما فيهاش. واليوم الحمد لله زدناهم بطاقة الشفاء، يعني كأنهم موظفين. المرتب صح ضعيف شوية ولكن عنده إمكانيات باش يعالج، باش يمشي لعندوش تحاليل يديرها يمشي يديرها على حساب. إذن هذه الإجراءات كلها تصب في رفع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى دعم أكثر فأكثر للمواد الاستهلاكية. اليوم كنت ذكرتها القمح، اليوم راه يعني السعر نتاعو الهب، يعني فيه لهيب في السعر وما كانش كاش السوق الدولية. لو سمحتم سيد الرئيس، ما دام تحدثوا على القمح والاستيراد، فكيلي لي طا دو نو ستوك؟ لا الحمد لله. برودوي اليمونتير دو بريمير نيسيسيتي. حاليا في الوقت اللي نكلمك فيه من ناحية الحبوب عندنا احتياط تاع 8 شهور. ورانا على أبواب الحصاد، الحصاد باش يبدا في الجنوب قريب جدا. وفي الشمال في شهر جوان، يعني من على شهرين إن شاء الله ندخلوا في الحصاد.
تضاف الى الاحتياط نتاعنا. هذا هو شجعنا على كل حال، كنا سبقنا الاحداث، رفعنا من الاسعار نتاع الحبوب باش نشريو على المواطن احسن ما نشريو من الخارج، ورفعنا كذلك الاسعار نتاع البقول. واليوم السنه هذه كثير من الفلاحين تاعنا رجعوا للعدس ورجعوا للحمص ورجعوا له. اذا الخلاصه ماهيش في كيفاش نتصدى الغلاء وكذا. الحل الوحيد والجذري هالامور هذه هو الانتاج. انتم تلاحظوا راني في سنتين دروك، سنتين نادي بانتاج الزيت، زيت المائده، انتاج السكر، رفع منتوجيه المردوديه تاع الحبوب الى 40 قنطار في الكتار الى اخره. هذه قبل هذه الازمه تاع الاوكران. لو كانت طبقت احنا ما نتاثروش بالازمات هذه. ولكن اليوم راني نزيد نحث ونحرص على تطبيق هالتعليمات، لان هي المنفذ الوحيد اللي يخلينا ما نتاثروش بالشيء اللي كاين في الخارج. سيد الرئيس، سؤالي nous bouclons le premier trimestre de 2022 il a voulu économique. On a décidé, moi et mon confrère c'est Jamal, d'être bref, concis et direct. Quelle est votre appréciation de l'application de vos instructions du gouvernement sur le terrain après avoir bouclé ce premier trimestre 2022 que vous voulez être une année économique? C'est une année économique par excellence. قلت سنة اقتصادية. أول ما بدينا بمحاربة البيروقراطية اللي كانت مكبلة الاقتصاد، وتبعتوا 900 مؤسسة كانت مجمدة. إذا بدينا السنة بفتح المجال للإنتاج والتوظيف وما يقارب 800 مؤسسة. Et si vous permettez, Cédric, ça a créé combien de postes d'emploi ? On a donné une permission pour qu'ils continuent. Ils ont fini leur travail sur un mois, un mois et demi. لو تكلم على الاقتصاديين في اوروبا وغير اوروبا، في ظرف شهرين ونص ولا ثلاث شهور تخلق 52 الف منصب شغل في الميدان الاقتصادي، تعد معجزه. معجزه لان سي با توني نيمبورت كي. صح الاستثمار كان قديم ولكن كان مجمد. من ناحيه اخرى مع اعاده هيكله الميزانيه تاع الدوله، مراجعه قانون او وضع قانون جديد للاستثمار عن قريب، من هذا شهر خصها شهر لازم قانون الاستثمار يفوت امام مجلس الوزراء. السنه كذلك مراجعه بتنصيب المجلس الاعلى للمحروقات للطاقه، كذلك داخلة في هذا الوتبة الاقتصادية، لأن باش نعرفوا رانا ماشيين، واش لازم نديروا، واش لازم نستثمر ما نستثمرش إلى آخره، لتغطية حاجيات المتعاملين معنا في أوروبا وغير أوروبا. بالإضافة إلى سنة 2022 تكون مراجعة هيكلية كما قلت لك بالنسبة للميزانية، بالأخص بالنسبة للنفقات. قدروش نواصلوا كيما هاك. احنا اليوم الدعم هذا الشيء مفروغ منه، دعم طبقات متوسطه وطبقات الهشه، هذه مبدا من مبادئ الجزائر المستقله ودائما نعلنها في بيان اول نوفمبر، دي ما تغيرش. ولكن الدعم لمن لا يستحقه لا. اليوم الجزائر طورت، الدخل تاع بعض الجزائريين تقوى
فيه جزائريين عندهم مرتب عايشين بالمرتب تاعهم، فيه جزائريين عندهم دخل تاع مصانع وتاع يعني الامور اقتصاديه قويه في الاستثمارات الى اخره، ما ندعمهمش. اذا لما نراجع كذلك هذه الميزانيه تسترجع نوع من الامكانيات نتاعها اللي بها نزيد نطور المستوى المعيشي نتاع الفقراء ونتاع الطبقات الهشه والمتوسطه، وانا ذاك نراجع نهائيا الاجور نتاع باش تلقى الاجور تساوي غلاء المعيشه، باش تواجه غلاء المعيشه بالاجور المرتفعه. احنا بدينا من نهايه السنه ان شاء الله نكونوا رفعنا هذا الدعم تاع بعض المواد. سيدي الرئيس، كيف رايح تكون الاليه يعني لتطبيق هذه الاستراتيجيه؟ الاليه تكون وطنيه باش الحكومه تنفرد برايها، هذه ابدا. ربما في اخر ماي نوضع لجنه وطنيه لمراجعه هذا الدعم، يكون فيها المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، النقابات كلها، الأحزاب تشارك، الأحزاب كذلك تشارك، وكل الطاقات الحية نتاع البلاد اللي ممكن تعطينا رأيها في إطار منظم، يخلقوا لجان ولا يخلقوا كذا، تتنصب إن شاء الله منا شهر ماي نهاية ماي إن شاء الله. لكن سيد الرئيس ما كيسيون إيتي بريسيز، êtes-vous satisfait de l'action du gouvernement sur le terrain ? On en parle beaucoup, on parle beaucoup de la gouvernement. Certains gouvernements, il faut leur donner la chance de se faire. L'important est de prendre un ministre nouveau, qui n'est pas le premier, de la part de l'Aïsaba et de ce qui se passe dans le pays. Il est سي الكريتير برينسيبال. الوزاره كلهم جامعيين، ما فهمش واحد ماشي جامعي، كاين اللي عنده ثلاث شهادات اربع شهادات في الاقتصاد في كذا في كذا، ولكن ناقصين تجربه. اغلبهم عندهم اراده والتجربه تكتسب، ما تجيش بالممارسه بالمثابره هذه ربما اللي كاين اللي فشلوا نشوفوا من التقييم. Est-ce que on doit comprendre qu'il va y avoir un remaniement alors les cas? Il y aura un remaniement, il y aura un remaniement, mais c'est à la sable à la sable نتائج تاع قطاع بقطاع. مقياس مقاييس هو ما قررناه في مجلس الوزراء ما طبق منه وما لم يطبق، ده هو في بعض الوزارة. أنا نشوف اليوم وهذه فرصة عطيتها لي باش نشكر وزارة العمل الضمان الاجتماعي، يعني صراحة يعني قررنا في مجلس الوزراء أسبوعين من بعد كنا جاهزين بالنسبة منحة البطالة. اليوم بدا التوزيع نتاع بطاقة الشفاء. بطاقة الشفاء. نتاع العلاج. فيه وزارة أخرين حاولوا ومازالوا يحاولوا، ولكن الأغلبية ما نشكش في النزاهة تاعهم ولا في. يعني سيدي الرئيس، يعني أي تعديل حكومي رايح يكون مبني على تقييم دقيق وفردي لكل، وبالتالي يكون التعديل عادل يعني. تعديل فعال، تعديل فعال حتى نوصل إلى سرعة في التطبيق نتاع الشيء اللي يتقرر على مستوى مجلس الوزراء ولا مجلس الحكومة. ده هو أنتم راكم عارفين سبق خدينا وزراء آخرين قبل، يعني كانوا معمرين البلاطوهات تاع التلفزيونات والتنظير وهذه، ولكن لما أخذوا المسؤولية
ما كان والو. لو ريزولتا نا با سويفي. شوف الممارسه تاع التسيير ماشي سهله. التسيير صعب. التسيير صعب بالاخص لما لازمك تسير بالكيفيه اللي تخليك ما تغلطش وتتحاسب مره اخرى. وبكيفيه كذلك اللي تكون فعال ما تكونش ديماغوجي. شعبويه هذه الكاميرا وهالامور هذه ما تفيدش. سيد الرئيس انطلاقا من تقييمكم يعني بين قوسين تقييمكم الايجابي لوزاره العمل يعني نموذجا في مواكبه القرارات اللي تم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء. العمال الجزائريين على مقربه من الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال، يعني هل هناك تطمينات جديده لصالح العمال الجزائريين في عيدهم العالمي؟ انا عمري ما خالفت، اعوذ بالله من قولت انا. وراكم تبعتوا المسيره من زمان. كل ما نلتزم به نطبقه. وشي اللي نطبق فيه اليوم التزمت به في التزاماتي 54 وراني نطبق فيه. ونتعهد مع الطبقه الشغيله نتاعنا ان من نهايه السنه نستنى ان شاء الله النتائج النهائيه نتاع المداخل تاعنا من نهايه السنه تكون فيه زياده في علاوه البطاله وتكون فيه زياده في الاجور كذلك ان شاء الله. من اخر سنه 2022 باش يبدا التطبيق تاعها في جانفي. ناخذ قرارات في اخر ديسمبر 2022 وباش التطبيق تبدا يطبق في جانفي. سيدي الرئيس باش نبقاو في المجال في لو دومين سوسيال مي سي لاغريكولتور جابورد لو فولي اغريكولتور است كو نو افون ان بلان دو كولتور ناسيونال وين اون ديفيني لي بريوريتي. سيدي الرئيس بلان دو كولتور ناسيونال اكزيست، مناطق تاع الحبوب معروفه، ام البواقيس، طيف، تيارت، لابلان تاع بالعباس تاع مشكل ماهوش في رانا ندعموا في هذا المخطط باش الاماكن اللي خليناها فارغه اللي ما تعطيش الحبوب ماهوش معناه بلي ضايعه. اليوم بلاد شاسعه كيما بلادنا من المفروض ما نستورد الا امور نادره، لان الهضاب والجنوب اليوم راه يعطي الحبوب وممكن يعطيني كل ما يتعلق بالزيوت والسكر. الهضاب ممكن ندير فيها الاشجار الاخرى اللي للاستهلاك المحلي والتصدير، خاص البقول الفواكه الجافه الفرويساك ممكن. مش الشيء اللي انا نراجعوا فيه اليوم مع وزير الفلاحه الحالي اللي ان شاء الله ينجح في مهمته هو الانتاجيه. من المفروض عندنا امكانيات. انا قلت الاراضي موجوده، الماء موجود في الجنوب، عندنا احتياط يساوي 15000 مليار متر مكعب. لالبيان سوبيريور تاع اضرار وهذيك هما عذب ماهوش سخون كيما تاع ورقه. نصنع المرش المحوري نصنعوه انابيب تصنعوا، نصنعوا الجرار، نصنعوا الحصاده، نصنعوا الكوابل الكهربائيه، نصنعوا المحولات الكهربائيه، نصنعوا المضخات نصنعوها في برواقيه. شكون يدمج كاع هذا الشيء باش تكون نهضه ثوره فلاحيه في هذه البلاد هذه؟ هذا اللي يعني بالتقريب في سنه ونص وانا نلح. هذا هو. لو نوصل لهذه النتيجة ما نستوردش. ما نقولش نصدر، مي ممكن نصدر، ولكن بالأقل ما نستوردش. حتى لو استوردت نستورد ربما 10%. الاكتفاء الذاتي هذا ماهوش موجود، عندها أي دولة ما عندهاش اكتفاء ذاتي. اليوم نتكلموا على الزيوت، نجم ندير البلدة نتاع المايس. نجم نقدر. نتكلم على الغلاء نتاع تغذيه الانعام. لونسيلاج اليوم راه ولا شيء عادي عند بعض الفلاحين تاعنا في الجنوب غير الجنوب.
عندنا بالنسبة للدورة أمور بدأت تتحسن. باش نقول لك وصلنا رانا في 40% الشن تاع الشيء اللي طامح فيها أنا شخصيا. بابليس. 40% وماكسيموم رانا حاليا وماكسيموم. مي التصرفات اللي كانت تصرفات يعني انتحارية ولا عدوانية ولا سميها كيما حبيت. يعني أنت في الجنوب يديروا المايس يديروا الذرة وتخليها لهم عامين ما تاخذهاش عليهم باش تمشي تستورد. هذه انتهت انتهت من هالأمور هذه. إن شاء الله تفوتوا المراحل الأخرى قادرين. سيد الرئيس على ذكر هذه الأساليب الانتحارية والعدوانية الاتهام دائما توجه إلى ما يسمى باللوبيات المضاربة التي استغلت يعني في الظرف الحالي الأزمة الاقتصادية العالمية للتلاعب بقوت الجزائريين وافتعال الندرة وممارسة الاحتكار. هل من إجراءات ردعية جديدة ضد هؤلاء لحماية المواطنين من مخالبهم؟ الردعيات الردع راه يومي بتقري. ما فيش قانون اللي ما رجعناش. قانون تاع المضاربة جرمنا المضاربة. كانت أمور تجارية عقوبات مالية. اليوم يقدر اللي يدير الاحتكار قادر يوصل 30 سنة سجن. الدرك والشرطة وكل المصالح تاع الدولة الله راها ليهم بالمرصاد راهم يتبعوا. راكم شفتوا واش صرا في الموز بنان واش صرا في المواد الاخرى. لان المؤمن لا يلدغ من شحره مرتين. تلدغنا ايام ما كان الكوفيد وهذيك واستغلوا. شفتوا واش داروا في الكوفيد؟ صور مزوره ودي فيديو مزوره ويتعدوا على كذا باش يخلوا المستشفيات فارغه. تعدوا على الاطباء تعدوا زادوا. لما جات الحاله تاع السميد السميد حنا الاحتياط تاعنا موجود ويغيبوا في السميد في السوق. نهار اللي الدرك قاموا بتحريات لقينا العجب. كنا عارفين باللي الامور هذه ماهيش طبيعيه. مش طبيعيه يعني لقينا ولايه لما تشوف المجموع تاع التمويل تاعها اللي مشى ليها 40 قنطار في الشهر لكل مواطن. هنا كل 40 كيلو في الشهر راه مليح 40 قنطار. وجدنا ما يقارب 160 مطحنه تدي القمح وما تطحنوش ويبيعوه ديريكتومون للمربي المواشي وغيرهم الى اخره الى اخره الى اخره. ولكن المشكل كذلك عندنا اخر قرار خديناه منعنا من عبات وبالتقريب جرمنا تصدير المواد الاوليه او مواد غذائيه. احنا رانا الغالب يعني الحدود تاعنا. لو سمحتم سيد الرئيس في هذا المجال بالذات بعض الاصداء تقول ان فيه اجحاف يعني في بعض الحالات. هل من توضيح بالنسبه لهذا القانون سيد الرئيس؟ ما في حتى اجحاف. في حمايه القوت اليومي تاع المواطن. لان عندنا حدود مع 5 دول ولا 6 دول وكل يمشي لها الاكل تاع المواطنين. لما نستورد معناش نستورد الى الجزائر. التهريب راه يدي لنا اكثر من الثلث نتاع الشيء اللي نستوردوه. راك تشوف شهم يحكموا الدرك. الاف الليترات تاع البنزين، الاف القناطير المقنطره تاع الفرينه تاع السميد تاع العجاين تاع كذا. سيدي الرئيس اسمح لي ما فيش اجحاف هذه. لا بعض الاصداء سيد الرئيس في بعض الحالات انا اقتصاديا تصدر الشيء اللي تستورده غير منطقي. هذه ولا اقتصادي في العالم يتفهمك. ترك تستورد باش تسد الحاجيات نتاعك. علاه تستورد اكثر من الحاجيات نتاعك باش تصدر؟ إيه بغيت تصدر عندك المال روح شري من الخارج وديها لاهلي ديريكت. ما تخافش على البلاد. لا تبغي تصدر وعندك فايض. الفايض هذا خصنا نعرفوه.
لان ناخذ مثال ما سكر مثلا، قال الجزائر تستهلك 600,000 طن، على تستورد لي 1,200,000 طن؟ على استورد 600 650,000، خلي الاحتياط، على استورد اكثر؟ هذاك الشيء اللي استوردته انت اكثر نبغي نخليه في خزينه اون دولار ولا اون اورو، احتياط احسن لي. اللهم لا كان حبيت ندعمك وقلت والتزمت ان اللي يدير مصنع اللي ينتج السكر والزيت نعطوه سلفيا تاع 90%، نجيب 10% تاع المشروع تاعك ونعطوك 90%، ونعطوك تسهيلات الجبائيه وغيرها، ودير الزيت نتاعك وصدر، تفضل مادام راك تنتجو. يقول لي منتوج وطني ماهوش مستورد، صدر على روحك كيما تحب سكر وزيت، هذا هو الاقتصاد، هذا هو المنطق. ما لا سبيكولاسيون عمرها ولا كانت اقتصاد ولا كان منطق ولا سبيكولاسيون، هذا هو. طيب سيدي الرئيس، في نفس السياق، يعني هل هذا القرار رايح يكون مستمر ودائم، وهل عنده علاقه مباشره بتكريس وغذاء الجزائريين؟ الامن الغذائي نتاع الجزائر احنا الدوله ضمناته بالامكانيات الماليه تاعها، في انتظار ما يكون انتاج ليسد الحاجيات. الاساس هو الانتاج، انا قلت الانتاج تاع الحبوب اليوم احنا نستهلك حوالي 9 ملايين طن، وننتج حوالي 4.5 ملايين، دونك سنويا خصك تستورد 4.5 ملايين طن. هذه يزيد تعداد تاع السكان، كل سنه راهم السكان يزيدوا، رانا نزيدوا بحوالي 850,000 جزائري سنويا. اذا الجزائر تاع 50 مليون ولا 55 مليون ماهيش بعيده. اذا إلا بقينا في هذه الحالة هذه، غدوة مال القارون ما يكفيكش. لما تبدا تنتج، ما نقولكش تنتج 9 ملايين طن، تنتج 7، عوض ما نستورد 4 نستورد 2، وبالأخص أن قادر ما تستوردش. والشيء اللي قلته اسأل وزير الفلاحة اللي هو مهندس فلاحي، اسأل الآخرين، كل الفكرة متبنيينها وعارفين باللي ممكن، ممكن جدا. علاش؟ لأن أراضي شاسعة. قلت لك اليوم المشكل تاعنا راه في المردودية، مردودية بداو الفلاحين تاعنا، راكم تتبعوا في التلفزيون في التصريحات نتاعهم، بدات الفكرة الاقتصادية، وأنا هذا اللي مخليني متفائل. متفائل لأن الشيء اللي حرتناه بدا ينبت. ولاو الناس يقول لك درنا 300 قنطار في الكتار، ان شاء الله نديروا 400 قنطار في الكتار، هذا الكلام تاع الفلاحين. سمعت؟ معناه باللي الفكره ترسخت في الاذهان، يخصني المردوديه. لما نوصل نتجاوز اليوم المعدل الوطني، راني قلتها ونزيد نكررها، المعدل الوطني معدل، يعني كاين لا ينتج كثر كاين لا ينتج اقل، ولكن المعدل الوطني راه يدور حول 18 20 قنطار في الكتار. في الهكتار باش نسد الحاجيه تاعي خصني 20 قنطار 40 قنطار في الهكتار. معناه بلي خصك تكتف الكثافه في السومونس، زيد اعطيها المواد اللي تحتاجها، النبات المواد اللي تحتاجها، وتوصل لانتاج. اليوم شفت في التلفزيون فلاح بالرش محوري، لا مؤقت، مؤقت وقت تكميلي، قال بالك نوصل ان شاء الله 55 60 قنطار في الكتار. اذا كان الجنوب معمى، الجنوب ما كانش اقل من 50 قنطار في الكتار، قليله. اليوم المعدل تاع الولايات المتحده 120 قنطار في الكتار، 120، يعني كان له يدير 140، كان له يدير 110، كان له يدير 105، احنا في 20. إذا قدامنا الطمع فين تاع الغير، خدم الأراضي تاعك. وهذه اللي أنا اليوم نحاولوا نبلغ الفكرة ونبلغ هذا الحماس هذا
لإخواننا الفلاحين. إن شاء الله تكون شاء الفكرة وصلت. سيد الرئيس، جفي أبوردي موضوع حساس جدا، سي لو تيم دو لا سونتي، الصحة والأدوية. عندنا وزارة الصحة، عندنا وزارة لاندستري فارماسيوتيك، عندنا لاجونس دو ميديكامون، عندنا لانستيتيو باستور. رغم ذلك نلاحظ une rupture de 250 à 300 médicaments parfois essentiels تاع الامراض المزمنه. Et pourtant سيد الرئيس، c'est une rupture anormale. قبل ما تكمل لك جريب سيد الرئيس، et pourtant il n'y a jamais eu de volonté politique comme sous votre présidence. Quatre conseils de ministres où on a parlé de la santé, les assises de la santé. Qu'est-ce qui se passe سيد الرئيس؟ président, je suis en pleine enquête sur ce et l'inspection générale de la présidence est en train d'enquêter sur le pourquoi ces pénuries. Elles ne devraient pas exister. Drahma adna. Douandarin shro. C'est pas un problème de concordance entre toutes ces structures, monsieur le président? Ah, c'est que l'un d'entre eux a une tâche. Ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est. Je me pose la question. Non, la PCH dépend du ministère de la pharmacie centrale des hôpitaux, dépend du ministère de la santé, dépend pas du ministère des industries pharmaceutiques. Parce qu'elle ne produit pas, elle achète. Le reste, les usines, les unités, etc., dépendent du ministère de l'industrie pharmaceutique. L'Agence nationale du médicament, c'est pour agréer ou ne pas agréer un médicament. Ça n'a rien à voir avec l'importation ni la production. Le problème n'est pas là. Mais je vous promets, on a comme résultat. C'est une promesse, c'est une promesse ferme. Dès que l'enquête est terminée, je m'en demande à un. J'ai créé l'inspection générale de la présidence pour ça. Ils vont s'y mettre, ils vont y aller. Le sujet est très sensible, puisqu'il s'agit parfois de médicaments très essentiels, de maladies chroniques, de cancéreuses. 37 inspecteurs de la présidence qui vont s'occuper de ça. On a les trucs de nature, on a les trucs. سيد الرئيس، ربما يعني هل هناك ربما بين قوسين لوبيات دواء مثل ما هناك لوبيات غذاء؟ شوف، اللوبيات من اللوبيات تاع اللوبيا حتى اللوبيات تاع التريسيتي واللوبيات تاع الدواء واللوبيات كل شيء. الناس ما بغاش تحشم على روحها، فهمت؟ مي اللوبيات تاع الدواء تبغي تستورد، باش يستوردوا من المفروض هالدواء كون استوردناه، لان ما نصنعوش تاع الامراض النادره وتاع الامراض المزمنه. ما نقدرش نقول اكثر، لان ما عنديش المعطيات. المعطيات اللي عندي تاع مصالح الامن تاع كذا، ان فيه نقص. عطيت تعليمات باش يستوردوا فورا للامور هذه، ولكن ندير تحريات علاش ما تصداوش لهذا النظره قبل ما يدخل الرئيس. طيب سيد الرئيس، في ظل كل هذه المعطيات الماليه والاقتصاديه والمستجدات على المستوى الداخلي والخارجي، هل الجزائر او الحكومه او ميزانيه الدوله بحاجه خلال الفتره القادمه أو خلال هذه السنة إلى قانون مالية تكميلي؟ ممكن، والله ممكن. قانون وقانون المالية التكميلي عند رجال المال والرجال المختصين في المالية والميزانية، يعني معناه باللي الميزانية ما كانتش مضروطة. في بعض الأحيان ميزانية تكميلية لأن الظروف تفرضها. اليوم الظروف فرضت علينا، شوف القمح طلع ثلاث مرات اربع مرات، صارت على المواد الغذائيه نفس الشيء. ربما احنا مشينا على اساس رقم نتاع علاوه البطاله، اليوم تجاوزناها، لازم نتراجع في الميزانيه التكميليه وزيد 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 فيه مستجدات. سيد الرئيس، قبل ما نكملوا الجانب الكوتي سوسيال، عندي سؤال يعني يخطر الى البال. فوز افي ديسيدي اون سبتمبر دانيي دو فيرسي لا فيلان باش تستلمها اليوم وتبقى اون شونتي خمس سنين ولا ست سنين زياده،
دونك الاسعار تترفع، ولكني لما اعطيناها الوزارة السكن خلاص في التزام، وسووا السكان تاع تيزي وزو عارفين وبرقي عارفين ودويره عارفين باللي الملاعب نسلمها في الوقت الجديد اللي حددناه، لان كاش واحد راه يشتغل هو وزارة السكن. استاذ الرئيس، في الشق الرياضي دائما مدام الزميل طرح موضوع رياضي، يعني الجزائر على استعداد لتنظيم الألعاب المتوسطية بوهران، هل فعلا كانت هناك أطراف أجنبية أو دولية أرادت سحب هذا الحدث العالمي من الجزائر، ولماذا؟ يعني ماذا النكاية في الجزائر؟ كانوا معولين يعطوها البلد آخر، يعني ظلما وعدوانا أولا. ثانيا الدولة ما اهتمتش بالجانب هذا، الدولة ما اهتمتش بالجانب هذا، بدينا نهتموا به هذه سنة ونص، باش خدينا تدابير بالنسبة للملعب، بالنسبة للملاعب، بالنسبة لهذه، بالنسبة له. اليوم راهم هما بروحهم، اللجنة الدولية عبرت عن رضاها التام بالنسبة للجزائر، ربما تكون من أحسن الألعاب، لأن الشيء اللي شفناه والتزام صح، يعني الشيء اللي كان باش يندار هذه في 3 سنين راه ندار في 6 شهور ولا 7. هذا هو المصيبة احنا عندنا، من المفروض كانوا بداوا يشتغلوا من البداية وكانوا يمشوا بسرعة عادية. كانوا معولين، ما نقولش البلد اللي كانوا معولين يعطوه، لا راك فاهم. سيد الرئيس، نمر إلى الشق الدبلوماسي، هناك إنزال دبلوماسي كبير جدا إلى الجزائر، يا أن شاسي كروازي دبلوماتيك. مسيو البريزيدون، سي جون لا كي فيان تو سو بون موند كي ديباركا ألجي، سو ني با اونيكمون بور دو غاز، إس جوست دو دير كيل فيان شيرشي ليكسبرتيز ألجيريان دون لي ميدياسيون بور لي كونفلي ريجيونو إي إنترناسيونو، سي جوست دو دير سا؟ يا سا أوسي، يا سا. Il y a le fait aussi que l'Algérie est incontournable pour les problèmes africains. L'Algérie est une puissance africaine avérée. Et c'est vrai, il y a dans la haute maïfriquia, l'istichara en taha daruria, sur le fait que le Sahel ou le Sahel, ou بالنسبة لليبيا, بالنسبة ل الرأي تاع الجزائر في الساحة المتوسطية كذلك، الساحة الدول المتوسط كلها مهتمة بالرأي تاع الجزائر. قبل كان عندنا ولا زال عندنا الاختصاص في محاربة الإرهاب وداك الشيء، ولكن اليوم جاوزناها إلى مجالات أخرى. يا في الحقيقة الدور تاع الجزائر رجع دور محوري في عدة قضايا، الحمد لله. يعني المشاكل الكبار تاع افريقيا مدخلين فيها، وهذاك على هذا الاساس اللي احنا اليوم الجزائر ما تخلاش لا على فلسطين ولا على الصحراء الغربيه، ولا نذكروا فان الذكرى تنفع، باش نعاود نرجعها لنصابها، ما نسيشهاش اكثر من اللازم. هذه امور نتاع تصفية استعمار، كانش حاجة أخرى. سيد الرئيس، كانت عندكم يعني قبل يومين مؤخرا مكالمة مع الرئيس الفلسطيني، وشكر الجزائر وشكر الموقف الثابت والمشرف للجزائر واللي شخصكم، يعني ما هو سر ثبات الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية؟ يعني تكاد تكون من توابت الجزائرية، وهي حقيقة من توابت الجزائرية من وقت سي بومدين رحمه الله إلى يومنا هذا. ربما بعض الأحيان النار تطفى شوية، ولكن الجزائريين متعلقين بالفلسطين، يعني توأمة بين فلسطين والجزائر، وما نتخلاش عليها مهما كان الحال، لأن فيه أولا قدوسية المكان، أولا القبلتين، ما نقبلش باش تدنس، هذا هو. سيد الرئيس، يعني هل ممكن فيه مبادرة جزائرية بخصوص فلسطين، خاصة بعد رسالة سيادتكم إلى الأمين العام للأمم المتحدة؟
مبادرة، المبادرة تكون على مستوى الاتصالات لنا قائمين بها ونزيدوا نقوموا بها حتى نأثر في مجلس الأمن باش يجتمع ويفصل في هذه الأمور هذه. دائما سيد الرئيس في الشق الدبلوماسي هناك لقاء دولي حول الانتخابات في الرئاسية في ليبيا اللي سوف ينظم في الجزائر، هل هي بداية لنهاية هذه الأزمة؟ باش نصحح المعلومة، ما فيش مؤتمر دولي، الشقاء الليبيين طالبين منا باش ننظم مؤتمر دولي. والجزائر رفضت؟ ما رفضنا، ما قبلنا، ندرسوا في الأوضاع هل باش الجزائر تدخل في مؤتمر وتفشل، هذه ما نديروش، أنا نشوفه نوزنوا، لكن نشوف باللي فيه مؤشرات تاع نجاح نديروها، لا فيه مؤشرات تاع تفريقة تاع الدول العربية والدول، ما ندير احنا شقاش اللي يفرق الدول العربية ما ندخلش فيه، قلناها أنا تشردم احنا تاع الدول العربية ما يعني منزعجين منه، احنا نحاولوا نلموا الشمل حول مواضيع واضحة. بالنسبة لليبيا الموقف تاع الجزائر هاد الايام يكاد يكون مخالف لبعض المواقف، احنا كنا كاع ماشيين في موقف واحد ولكن تعينت حكومة أخرى، الحكومة اللي عندها الشرعية الدولية هي نتاع السيد بيبا، الحكومة الأخرى تقررت من طرف مجلس وطني عندهم كذا وباش ينصبوا رئيس حكومة آخر، احنا نمشوا مع الشرعية الدولية، الشرعية الدولية وما كانش شيء آخر من غير الشرعية الدولية، قلناها ونزيد نكررها حتى تصوبها كاع الناس، ما فيش حل القضية الليبية بدون الرجوع للشعب. اليوم من تمثيل أصبح نسبي، أما لما ندخل في انتخابات تشريعية وتخرج منها مجلس وطني ليبي، ليبيا تعاود ترجع للشرعية، شرعية شعبية، شرعية نتاع الصندوق، ومن ثم رئيس المجلس الوطني تاعهم يقرر يواصل ثقة في الحكومة هذه ولا يغيروا الحكومة ولا، ولكن تجي من طرف الناس، يعني أعطاهم الشعب الليبي أعطاهم القدرة باش يقرروا، واش واحد يقول لي أنا متر كذا وأنا متر، احنا ما بغيناش ندخلوا في التفريق، ما فيه بعض الفاعلين في ليبيا طلبوا باش قلت لهم أنا ما التفريق لا إجماعي، التفريق لا شيش فيها. سيد الرئيس في على هذا الأساس اسمح لي اللي سيد بيبا اقترحوا، هما داروا يعني كيشوف القانون بداية اللي تنظيم هذا المؤتمر وتنظيم الانتخابات وكذا باش على كل الناس تقرا على رأيه، هو ما فيش حل آخر، احنا الكلام مع الناس للدول اللي عندنا اتصال بها في هذا الشأن عارفين الموقف تاع الجزائر. سيد الرئيس في الشق الدبلوماسي دائما كانت هناك مؤخرا زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي وينتظر زيارة سيادتكم إلى روما، في ما هو المنتظر من الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا كصديقين تاريخيين وقديمين؟ هو الشراكة الإيطالية بدأت من زمان، يعني من الحقيقة إذا كان سيمة في الجزائريين هو العرفان بالجميل، ما ينسوش إيطاليا كان دائما واقفة معنا في الليالي الحالكة في الإرهاب في أشد، ما لقينا إلا ليبيا إلا إيطاليا، وكل الناس تتذكر آنذاك بالك بإعاز من دولة أوروبية أصبحت حتى طائرة ما تحط عندنا، ما عدا إيطاليا خرجوا من الصف الأوروبي وواصلوا معنا، الدولة الوحيدة أيامها لما كنا يعني مديونية خانقة وصلنا قدام صندوق النقد الدولي، الدولة الوحيدة اللي فتحت دي لين دو كريدي
مليار دو دولار سي ايطاليا. قتلوا لهم تسعة بحارين تاعهم هنايا باش يبعدوهم على الجزائر، وما تخلاوش على الجزائر. الصحفيين تاع ايطاليا كانوا معانا، وليهم اللي بقى الفضل يعني اللي بعض لي زارشيف اليوم راهم موجودين عندنا، ما كانوا موجودين حتى عندنا في العالم كاع، ما كانش صحفيين ايطاليين. وزيد وزيد هلم اجر، حنا ما نعادش اليد الممدوده. وهو سيد رئيس، الجزائر تحضر القمه العربيه التي ستجرى في الجزائر في نوفمبر القادم، لكن هل العدوان الصهيوني الأخير في القدس قرب الرؤى ورسخ القناعة عند الدول العربية لضرورة المشاركة في القمة، في قمة الجزائر؟ هو لحد الآن كل دول يعني علنت باللي تشارك، وتشارك بالأول مسؤول تاعها. كل الدول العربية؟ كل الدول العربية. وفي الحقيقة احنا ما عندنا مشاكل حتى مع دولة عربية، كل أشقاء وكل مساندينهم وكل، واللي يمسهم يمسنا إلى يومنا هذا. إن شاء الله القمة يكونوا حاضرين فيها. السيد الرئيس، حل مؤخرا وزير خارجية فرنسا بالجزائر مباشرة بعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، ما الذي تريده فرنسا بالضبط من الجزائر، وما الذي تنتظره الجزائر من فرنسا؟ في اللقاء الجاي نجاوبك. لا، ما نقدرش نجاوبك لأن أصبح داخل في الحملة الانتخابية نتاعهم، أمور حساسة نفضل نجتنبها. خليت تنتهي الانتخابات عندهم، بعد عندنا شي كلام نقولوا بصراحة كالعادة. هو الذاكرة نتاعنا ما نسمحش فيها، هذه مبدأ راسخ. الذاكرة نتاعنا ما نسمحش فيها. كيفاش نسترجع الأرشيف، كيف نسترجع؟ هذه مفاوضات مع الدولة الفرنسية. سي سي فو بيرميتي بيسكو فوز ابوردي لو تيم تاع دو لا ميموار، هذا السؤال اللي طرحت لي ولا Il y a une autre question à propos de la mémoire. Vous avez rendu hommage aux étrangers qui ont combattu aux côtés des Algériens durant la guerre de libération nationale. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a l'idée d'un mémorial pour ces combattants à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance? C'est un hommage que va rendre l'État algérien, une reconnaissance à ces combattants. Il le mérite. Bon. حنا رانا نعطيو لا ميداي نتاع نتاع اصدقاء الثوره، وفي ميزه ما تكفيش لان شاركوا في الثوره وساندوا الثوره، وفيهم اللي مات، فيهم اللي حكموا عليه بالاعدام ونفذوا فيه الاعدام، بينما بعض الجزائريين كانوا في جهه اخرى. اذا يستاهلوا القدر ويستاهلوا شرج عليهم كذلك. كم يعني هذه سياسة الجزائر، احنا يعني اللي يدير فينا الخير ما ننسوش، واللي يدير الشر ما ننسوش. اذا يدير الشر ويطول الزمن القصر يخلصها. سيادة الرئيس، استدعت الجزائر قبل ايام سفيرها بمدريد على خلفية الانقلاب المفاجئ في الموقف الاسباني من قضية الصحراء الغربية العادلة. متى يعود سفيرنا الى مكتبه؟ وراه في دفء في بلاده، راه مليح هنايا ان شاء الله. الشيء اللي قامت به اسبانيا غير مقبول اخلاقيا وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من احسن الحلول هي الحكم الذاتي، ولا اسبانيا ما خصهاش تنسى الى يومنا هذا المسؤوليه تاعها ما زالتش من الصحراء الغربيه. في قانون دولي
ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل، يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا، سي لا بيسونس ادمينسترانت للصحراء الاوكسيدنتال، هذه نساوها. الاخرين يطبعوا ولا ما يطبعوش ولا براسهم، من تلا انت ما عندكش الحق تعطي بلاد مستعمره تعطيها لواحد اخر. لا، هذا هو المشكل مع اسبانيا. Et prévoyez-vous, monsieur le président, d'autres mesures après celles prises à l'encontre de l'Espagne si toutefois il ne change pas de position. الدوله الاسبانيه عندنا معها علاقات طيبه، وكانت فيه قرب يعني كيما ايطاليا كيما كذا. رئيس الحكومه تخلى على كسر كل شيء، رئيس الحكومه مش اسبانيا، الراي تاع الاخرين ما عطاوهاش، وان كان عطاوه في المجلس الوطني تاعهم في الشارع الاسباني. انا ما ندخلش في الامور الداخليه تاع اسبانيا. احنا كدوله ملاحظه فيما يخص الصحراء الغربيه نعتبر اسبانيا والامم المتحده تعتبر اسبانيا باللي سي لا بيسونس ادمينسترانت طون كي با سوليسيون صحراء اوكسيدنتال. هذا هو. طيب سيدة الرئيس، يعني ما هو تخلي على مسؤوليتها. طيب سيدة الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبه للجزائر من اسبانيا حتى تعود العلاقات الى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي. ده هو سيتو. كان جاوا اصدقاء كما كنا احنا دارين اصدقاء في الحكومه، مش اسبانيا. مره اخرى نفرق ما بين الحكومه والدوله الاسبانيه. الدوله الاسبانيه عندنا معها روابط متينه ومتينه جدا. فيش ما لازمش يتخلوا على المسؤوليه التاريخيه نتاعهم في هذا الظرف. هذا المطلوب منها هي تراجع نفسها. السيد الرئيس، سؤال اخر في الشق الدبلوماسي، جمعتكم مؤخرا وباش نطمن الاصدقاء الاسبان، الشعب الاسباني، الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتموين اسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف مهما كانت كسمها. جمعتكم السيد الرئيس مباحثات او محادثات هاتفيه مع الرئيس الروسي مؤخرا، ما هي المصالح؟ ما خليت ولا ابراهيم تلك روح. ما هي المصالح والقواسم المشتركه بين الجزائر وروسيا؟ علاقتها 60 سنه. السنه هذه رانا نحتفلوا ب 60 سنه تاع اقامه العلاقات الدبلوماسيه. عندنا علاقات. احنا المبدا نتاعنا الاساسي، قلت لك احنا المبدا الاساسي وما نتخلاش عليه، احنا دوله نافذه في حركه عدم الانحياز بأتم المعنى. عندنا اصدقائنا الروس، الصين، امريكا، الهند، ولكن احنا ما نلتزمش بالشيء اللي ما يهمناش. سيد الرئيس، السؤال ما قبل الاخير، لالجيري كونتر فون زيماري من تيان لو كاب دو سا نوتراليتي سا دو افوار ان كو مسيو البريزيدون. اي وي بيان سور سا دو افوار ان كو، مي فو تونير باسكو اختر. شوف عدم الانحياز ما يمنعكش باش تكون صديق. حنا اصدقاء نتاع روسيا، ما فيش احنا اصدقاء مع الولايات المتحده بدرجه اخرى بكيفيه اخرى، مثل ما احنا اصدقاء مع الصين وبيناتنا علاقات قويه كذلك مع الصين. الواحد ما يفرض علينا الاصدقاء الامريكان متفاهمين هذا الوضع، هذا متفاهمين بس با دوجوردي. سيد الرئيس، على ذكر العلاقات مع الدول الصديقه، قمتم يعني في الفترة القليلة الماضية بزيارات من الدول الخليجية من بينها قطر والكويت الشقيقتين، يعني هل عادت العلاقات بين الجزائر
ودول الخليج إلى نصابها؟ ما عمرها ما كان فيه نزاع، ربما كان فتور في بعض الأحيان في العلاقات، ولكن ما كانش عندنا احنا عمرها ولا كانت عندنا عداوة مع دولة من دول تاع الخليج. احنا والسعودية نسقوا كثير، والرسالة الأخيرة نتاع خادم الحرمين الشريفين تدل على تنسيق العربي داخل العائلة العربية. دول الخليج في مدة اللي ما مشاش رئيس جزائري يزور الخليج، ومصر كذلك، ومصر شقيقة بأتم المعنى. عندنا نضال مشترك، وعندنا قطبين أساسيين في القومية العربية مع المملكة السعودية. المملكة السعودية الشيء اللي داروا الملك فيصل طيب الله ثراه شيء ما هوش سهل. سيد الرئيس، سي السؤال الأخير، on va le clôturer avec une perspective d'espoir, une perspective de jeunesse. Nous sommes à quelques mois du 5 juillet, de la fête de la jeunesse, du 60e anniversaire de l'indépendance. Monsieur le Président, dites quelque chose à la jeunesse. La jeunesse, nous disons que la jeunesse est une jeunesse. Je suis un chevalier chauvinier. Je suis un chevalier. C'est un chevalier. Je suis un chevalier. Je suis un chevalier. صبر، انا التزمت باش نحلوا كل المشاكل اللي مطروحه بطاله وغيرها، وتكفل تام بالشباب تاعنا. رانا بدينا ونواصلوا، لان انا في الترشيح نتاعي ترشحت، وعارفينها هما، قلت انا مترشح نتاع المجتمع المدني والشباب، ووعدتهم باللي ندمجهم في الحياة السياسية، ودخلناهم في الحياة السياسية. اليوم راهم القوة الثانية في المجلس الشعبي الوطني. كذلك بالنسبة للأمور الاقتصادية لستارت اب، عمر الجزائر ما عرفت الحركية اللي هي موجودة اليوم تاع الشركات الناشئة هذه تاع الستارت اب وتاع بهم بوزيرهم. الشباب الجزائري حاسديننا فيه، الحيوية نتاع الشباب هذا كل دول معترفة به. عندهم ظروف في بعض الأحيان لازم شوية صبر. أنا التزمت باش ندير مدستر بغض النظر على العمليات السياسية. رانا على أقصاها شهر باش ننصب المجلس الأعلى للشباب، باش يولي ولا حاجة ولا قرار يتعلق بالشباب يفوت بلا ما يفوت على المجلس الأعلى للشباب، قرروا مصيرهم بيدهم إلى آخره. إذن سياسيا اقتصاديا تكفلين بالشباب تاعنا، نعتبر باللي الشباب ثروة الحقيقية نتاع هاد البلاد. واليوم الشباب راهم يمشوا للفلاحة، راهم يمشوا للستارت اب، راهم يمشوا يعني راهم مشرفين بلادهم. في بعض الأحيان كانوا دفعوهم اليأس لما شافوا الشيء اللي شافوه، احسن عونهم. ولكن ان شاء الله الامل يرجع والجزائر تستقر وتطلع بهم. انا نقول لك ماهوش مجرد كلام. شكرا سيد الرئيس لهذه الدعوه في عز هذا الشهر. صحه رمضانكم وصحه رمضان كل الجزائريين في الداخل وخارج الوطن، وشكرا مره اخرى. الله يبارك فيك سي ابراهيم. صحيح سي جمال، شكرا لكم للحضور تاعكم، وان شاء الله كنا تطرقنا الى المشاكل تاع اليوم اللي تشغل بال المواطنين والمواطنات. فيه ربما في اخر تدخل ماهوش شيء يعني، كان اللي من خلال بعض الرسائل جاتني من طرف اليتامى، طرحوا مشكل تاع البطاله هذه تاع منحة البطالة. منحة البطالة ما تمنعهمش الارث اللي كان ورثهم المرتب تاع المرحوم باباهم. ما نلتزم معاهم باللي هذه ما تمسش منحة البطالة تاعهم.
عندهم الحق فيها ويدوها ان شاء الله. الله يبارك فيكم. صح، شكرا.